درع في الكلب عشان المرمطه اللي انت مرمطتها لي. فاكر الشمعدان والجراج؟ انسوه جماعه كويس، انسوه يا جماعه كويس. انا عارفه ده ممكن يعمل اي حاجه. ودي رفيق علشان الرعب اللي انت وريتهولي في سوهاج. فاكره ولا مش فاكره؟ اوعى انا تكون بتفكر ان التجعير بتاعك ده هيهتنا. لا انت فاضل لك حاجه واحده بس عشان ما انساهاش. دي يا رفيق دي بقى وجعتك صح؟ دي علشان العلقه بتاعت المخزن. فاكر انت والبغال اصحابك لما استفرستوا بيا؟ نخبطوا رصاصه ونخلص منه عبوده؟ لا يا عم حمدان، مش بالسهل كده، مش بسرعه. ده رفيق الكلب ده عشره عمر، يعني لازم نعمل معاه احلى واجب. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا عبوده. ايه اللي في ايدك ده يا سيسي؟ ده كرباج سوداني منقوع في الزيت يستاهل جلده. حلوة قوي. وانت عم بيومي ايه اللي في ايدك ده؟ مية نار مركزة 100%، حاجة كده على ما اوسم. حلوة قوي، تستاهل بقك. انت مش بتقعد تشرب على الريح ازازتين تلاتة؟ حلوة. وانت ابو السيد ايه اللي في ايدك ده؟ ده منفخ. انا طبعا مش هتكلم المنفخ ده هيعملوا بيه ايه. انت عارف كويس. وانت تيفا ايه اللي في ايدك ده؟ لب وسوداني يا ريس. عارف طبعا اللب والسوداني يا رفيق هنعمل بيه ايه. ها هتسلى بيه وانا بشوفك بتتعذب. العذاب اللي انت وريتهولي. ها تحب بقى نبدا بيه الاول؟ ها انا بقول نبدا بالكرباج صح؟ اه يبقى خلاص نبدا بميه النار. انا عرفت انك عايز المنفاخ مش كده؟ خايف يا رفيق؟ خايف خايف. تصدق انا اول مره اعرف انك بتخاف يا جبان. نسمعه رجاله؟ نسمعه ولا لا يا رجاله؟ نسمعه يا معلم. اسماعيل فك له اللازق. بس حاسب، حاسب ياكل ايدك، انا عارفه كويس. واجب يا معلم. هقول لك كل اللي انت عايزه عبوده. حلوة قوي. طنطاوي. نعم. الموبايل بتاعك فين يالا؟ في جيب الجاكيت. هات لي الموبايل بتاعه. ماشي. وطلع لي نمرة صبري بسرعة طنطاوي. مش عارف يا عبوده، انت عارف انا ما خدتش الاعداديه. هتفضحنا هتفضحنا يا موكوس. انا هطلع انا النمره، هطلع لك النمره واخليك تطلبه وتتصل بيه بنفسك وتقول له ان انا معاك وان انت هتجيله في المكان اللي هو فيه. ماشي ماشي, ماشي عبوده. واي حركه يا رفيق كده ولا كده المنفخ لسه موجود وسيد بيتلكك لك اهو. ايوه صبري بيه. ايوه لقيت عبوده. لا يا صبري بيه احكي لك لما اشوفك. انت في البيت؟ ماشي يا صبري بيه انا جاي لك. حلوه قوي. قول لي بقى دلوقتي البيت بتاعه فين؟ هو عايش لوحده ولا ايه؟ عايش لوحده. حلوه قوي. متقلقش يا صديق، انا عارف عنوان الفيلا بتاعته. الحمد لله. يبقى كده بقى الخطه رقم واحد نجحت، وعلينا ان احنا ننفذ الخطه رقم 2. ليكوا حق تدوسوا على البلابه اللي زينا. عايش في فيلا طويله عريضه لوحدك ولا امنك ايه؟ وعمالين تاذوا في مخاليق الله زي ما تكون الدنيا دي كلها اتخلقت علشانكم انتوا بس، مفيش حد تاني عايش معاكم للدرجات. احنا هوا مش شايفيننا خالص يا صبري. امال ليه يا اخي؟ احنا شايفينكم كبار وليكم هيبه. اللي يشوفك يا صبري وانت راكب عربيتك يخاف بس يبص مش يقرب. اللي يشوفك دلوقتي يعرف ان انت هوا. ما تتعبش نفسك يا عبود، فكني عشان تفهم بالذوق، لاني مش هقول ولا حاجه. ذوق؟ ومن امتى الذوق يا صبري؟ ايه؟ ما انتوا كل حاجه بتاخدوها مننا بالغصب. ايه حرام علينا وحلال ليكم؟ اسمعني يا عبوده، انت عارف كويس قوي ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه اي فايده. اسمعني انت يا صبر الكلب، وعايزك تاخد عزه من رفيق الكلب بتاعكم. جاهز يا سيد؟ جاهز يا معلم. بص بقى، انت المفروض دلوقتي تسجل اعترافك هنا كله من ساعه الحادثه والشنطه اللي فيها الدولارات والميمورو كارد لغايه الخزنه بتاعت مدكور،
وبما ان انا عارف انك جبان ومش هتعترف ويبقى كده انت جبت اخرك معايا يا صبري. المسدس يا معلم حمدان. خد عبودة كده. انا هجيب اخر انا معاك. انا هخلص عليك يا صبري ولما تطلع لربنا هو هيحاسبك. لا لا ابوس ايدك. لا هحاول كل حاجه. تمام يا فندم. سيادتك مش عايزين يتكلموا وطالبين موارد سيادتك بالاسم. معلش يا حضره الضابط قلقناك. ابني هيضيع نفسي يا حضره الضابط. مفيش غيرك وربنا هو اللي هينجيه. ابني بريء وانا مصدقاه ده عمره ما سرق. تعالي معايا يا ست سيده. تعالي معايا يا استاذ رمضان. حاضر يا اخويا. كده بقى يا صبر الكلب دليل براءتي في ايدي. بس فاضل لي امانه كنت واخدينها مني بالغصب. فاكرها الميمرو كارد يا صبري؟ اصل انا وعدت خالي وعد عبوده دين عليه. وعلشان الاقي الميمرو كارد يا رجاله لازم اعرف مكانه. صح صح يا معلم. فين الميمرو كارد يا ده صبري؟ صدقني الميمرو كارد مش هنا. مصدقك يا صبري. مصدقينك كلنا. مصدقين يا رجاله؟ لا يا معلم مش مصدقينك يا ابن الكدابه. فين الميمرو كارد يا عند مذكور بيه في الفيلا. وفين بقى في الفيلا بالظبط؟ في الخزنه بتاعته اللي في اوضه مكتبه. يا اخي انا مش عارف حاسس كده انك عمال تكذب عليا. تاخد لكش طلقه في نفوخه تطلع من مراخيرك عشان ما تكذبش. والله ما بكذب انا قلت الحقيقه. في الخزنه بتاعته اللي في اوضه مكتبه. ماشي يا صبري الزفت. بس اقسم بالله لو طلعت بتكذب مش هعيشك ثانيتين في لحظه على وجه الكون. فاهم؟ ماشي ماشي فاهم. زي ما فهمتكوا يا رجاله. ها اطمن الخطه هتمشي زي ما هي مطبوعه بالظبط. حد قال لك قول رايك؟ لا امسك يا معلم حمداني. شكرا. يلا يا سعيد. اتفضل يا معلم. انا جه دوري. فين المطبخ؟ عندك جوه. سيد انت متاكد ان هي دي الفيلا عشان ما نطش وما اطلعش هي في الاخر؟ هي ده صديق. طيب سيد انا هتوكل على الله دلوقتي وادخل. ها سيد وصيتي ليك انك تقول لكل اللي بيحبوني ان انا عملت كده علشان خاطر سعادتهم وعشان خاطر راحتهم وان ضحيت بنفسي عشان خاطر الغلابه والفلاحين في ارضهم والعمال في مصانعهم والمساجين في مساجينهم والعمال في مصانعهم والبقالين في دكاكينهم. ليه بتقول كده يا صديق؟ انت مش عارف يا سيدي ان في ديناصورات جوا. يعني لو شافوني ممكن يعززوني تعزيز يا سعيد. متقلقش يا صديقي ان شاء الله سهله واختها مش مستاهل. سيد ما تخوفنيش اكتر من خايف يا سعيد. ماشي ابو سيد. ايه؟ بقول لك ايه اسمع كلامي ها ونفذه بالحرف. نص ساعه بالدقيقه يا سعيد. اتاخرت عليك بعديها استناني نص ساعه تانيه. ها ما تقلش بأصلك يا سيد. يعني ما جيتش من نص ساعة قولنا بالوقت. حاضر حاضر يا عبود. حاضر يا صديق. أمي هتوحشنا يا سيد. أمي هتوحشنا أوي. شبك لي أبو السيد. أهو شبك لي يا ابني. لا أنا بص شبك لي كده. وأبص إزاي كده؟ بص نط كده. أه يلا سيد. يلا سيد أنا ما هستناك هنا. ها ايه ده انت اللي هتنط يا عبود؟ يا سيد انت خلاص فوت الكتير يا سيد ما بقى الا القليل. يلا. لا لا مش هقدر انا. طب تعالى تعالى. انا يا جبان يا جبان يا جبان يا جبان يا كلب. عفوا استنى استنى. شبك لي يا سيد. وطي صوتك. استناني ها استناني. خد هنا خد هنا. هتبعني من اول دقيقة. ماشي ماشي. وقفينا. حاضر. افتح بوليس افتح. ايه يا
ايوه يا سعاده البيه، خير في ايه؟ انت مغاور يا عبد الرحيم؟ ايوه يا سعاده البيه انا مغاور يا عبد الرحيم. اعترف. اقبض عليه. يقبض عليه ليه بيه؟ عشان الشهاده الزور. يا سعاده البيه انا قلت كل اللي شفته. وكمان بتكذب، ده انا هبهدلك. شغله كاست. اسمع. روح يلا العب غيرها وما تجيش. اوعى تقلب لي على اليسا. اسمع يا عبودة، مذكور بيه هو اللي طلب من مغاور يشهد عليك وعلى خالك واداله 50,000 جنيه. سمعت؟ لا يا بيه، دول 10,000 جنيه بس. مستعد تقول الكلام ده في البوليس؟ قصدي عندنا في الاسم. يا بيه مستعد اقول. خلاص خدوه في الكاسيت، قصدي في التاكسي. ده انا بيومي دلوقتي في خدمة عبودة. زفت ده وقته يا بيوم. اسمعني، في ديناصورين ورايا لو سمعوني دلوقتي ممكن ياكلوني انا والشجره اللي مستخبي فيها. ايوه عبوده، انا عايز اقول لك ان الخطه ماشيه زي ما انت قلت، والعصفور وقع معانا في القفص. نعمل ايه؟ العصفور معاك هتحن فيه يا بيومي. ما تستزفنيش يا بيومي، اخرس ما تردش وانا بتكلم. اقسم بالله يا بيومي، اقسم بالله انا حاسس انك ضدي والله. ممكن دلوقتي اكشف نفسي ويجوا يقتلوني، وساعتها يا بيومي مش هيبقى لك زي عندي يا كلب. اسمع الكلام وانت ساكت. ايوه هتطلع على الحته اللي انا قلت لك عليها، مع الزفت يا اخويا مع الزفت. وادي التليفون هعمله صامت علشان خاطرك بيومي الكلب. فين بقى أم الخزنة دي بقى؟ فين الخزنة؟ ما كنش أغيروا شكل الخزن وهي قدامي وأنا مش عارف شكلها كده. تضحك عليا يا صبي الكلب. بص يا مذكور انت، انا ما بتهددش، مش عبوده اللي يتهدد. انا كنت خلاص جاي اخد حاجه والحمد لله خدتها، والست الكريمه دي ربنا يبارك لها قامت معايا بالواجب. فما تقعدش انت بقى تكتر، وانا كنت مستنيك وانا مش عارف ايه واهلا وسهلا والكلام الفارغ ده. انا سبتكش سبتكش. استنى، انت فاهم انك هتمشي كده بالسهل ولا ايه يا راجل؟ معقوله تمشي قبل ما اقوم بالواجب معاك؟
زي الهانم قامت من الواجب معاك؟ أنا أول مرة أعمل حاجة صح في حياتي. ويعني لما تلشيني وتعملي حاجة صح مرة تعمليها مع واحد حقير زي ده؟ الله يسامحك يا أبو حسين، أنا مش هغلط فيك برضو على كده أنا في بيتك. وأنت يا ست هانم حسابك بعدين ها؟ هو ده؟ سيب التليفون، ارميه. ألو 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 عبودة، بص بقى يا عبودة واسمعني. ايه ما بيردش ليه؟ عبودة بتاع زمان اللي كان بيتكلم خلاص. ألو عبودة من هنا ورايح بقى أشجع الشجعانين كلهم وأقوى الأقويانات كلهم، ومش حتة مسدس بحقه حقيقي ممكن يموتني في أي لحظة، ده اللي هيخوفني. ليه ليه ليه؟ خلاص، والميموري كارد ده اللي في ايدي واللي انت شايفه بعينك ده مش هتاخده يا مذكور. ايوه، لان بقى وعدت خالي وعدت هدى بنت خالي حبيبتي ان انا لازم ارجع لهم بيه، يعني مش هتاخده غير على جثتي. على جثتك؟ حاضر، احقق لك طلبك، وعلى فكره هيبقى بالقانون. حرامي مجرم هربان من السجن وجاي يسرقني في البيت، بدافع عن نفسي. اتشهد على روحك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا مفهومة أشهد. عبودة. ازاي يا ابني؟ هقول لك يا اخي.